حركة فرسان الحق تطالب في البراءة التامة على قضية الإرهابي عيدان ناتان زادة من أي تهمة موجهة لي في قضيتي، كما أطالب في تبرئة باقي المتهمين، وإني أرى في اتهامي في الباطل يوجد عدد كبير من المتهمين أبرياء مثلي. براءتي هو عنوان حركة فرسان الحق التي تتابع الشيخ الجليل أبو حسن عارف حلاوي للتوحيد والتواصل، والتي تقود مواقع فرسان على موقع جوجل. كانت صرختي من صرخات الفرسان على تبرئتي إمام الجمهور العربية، وحتى الآن أصرخ إني بريء من كل تهمة، وأتمنى من جميع الجمهور العربية أن تقف وقفة الفرسان إمام جميع العالم وتساندني لكي أساند باقي المتهمين لأحصل على براءتهم إمام شعوب العالم. وأقول إلى جميع الشعوب إني أكون مساند كل ضعيف، ولم أفرق بين الواحد والآخر، وجميع الجمهور العربية إخواتي وقوتي وأهلي وناسي وقيادتي. لا تسمع إلى أي قيادة موجودة في أي استغلال الضعيف، وأكون جانب كل بريء وكل ضعيف، وأقود الحق إمام الجمهور العربية. ولذلك أقول إلى جميع، نحن أبرياء من كل تهمة إمام الصحف العربية والإعلام إمام الشعوب كنا مستهدفين، وفي تاريخ 6/9/2011 يكون انتهاء إصدار الحكم. إذا ساعدوني في محامي قدير يكون براءتي وهي براءة الجميع في تلك القضية الإرهابي عيدان ناتان زادة مرتكب مجزرة شفا عمرو عام 2005. ادعموني لكي أحصل على تبرئة الآخرين.